المجلس الشعبي الوطني التي تحضر معنا حتى نتمكن جميعا من أخذ أو القائم بالأعمال في ديمقراطية بالجزائر. التعدي على سيادة الجزائر ووحدتها الترابية من جار شقيق تربطنا معه الملح والخير والعلاقة الجغرافية والأخوية والدين واللغة إلى غير ذلك، لكن مرات توقع الدبلوماسية في مطبات وتوقع في مطبات ويوقع ما وقع. هذا العمل بحد ذاته والموازنة بين القضية الصحراوية وقضية ما سمي من طرف عمر هلال هذا الدبلوماسي المغربي بقضية استقلال الشعب القبائل هي يعني اعتبره انزلاق خطير في الدبلوماسية المغربية ويبين عن الوجه الحقيقي لهذه المملكة، وجه يعني عنيف، وجه يستعمل كل الطرق ل يعني العدوان على الجيران، والتاريخ حافل في هذه المسألة. أقول إنه هذا ليس سفير لأنه لا يحترم أبدا قوانين الدبلوماسية. أنا أرد عليه بنقول له شوف، القبائل الحرين راهم بينوا البرهان، لا تنسى 63 لما كان مثلا FFS كان وقت سلاح ضد نظام بن بلة، بعد ما هجمت المغرب علينا في 63 أكتوبر 63 الله يرحمه العقيد محمد والحاج أنزل من جبال واتصل بسي بومدين رحمه الله وقال له لبيناتنا بيناتنا، ولكن اليوم الخطورة هي الحفاظ على الدولة.